هل نحن أمام تحالف حقيقي تأسس خلاص؟ ولا ما زال متروك للأحزاب تتشاور تنضم ولا ما تنضمش؟ لا، التحالف تأسس لكن لا زال الباب مفتوح مع أطراف سياسية أخرى، يعني لازالت هناك حوارات مع المصريين الأحرار من أجل الانضمام. لسه حتى أمس كان هناك تواصل بين الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد والمصريين الأحرار، وبالتالي لازال الباب مفتوح لعدد من القوى السياسية اللي موجودة على الساحة. لكن الأطراف اللي حضرت النهاردة، الوفد كان موجود، كان موجود سكرتير عام حزب الوفد المهندس حسام الخولي، كان موجود الحزب المؤتمر، كان موجود حزب التجمع، كان موجود عمرو موسى وعدد كبير من رموز الاتحادات العمالية والفلاحية، كان موجود الحزب الاجتماعي الديمقراطي. وبالتالي الأطراف، جزء كبير من الأطراف اللي ممكن نسميها أطراف المدنية والديمقراطية، كان حاضر وممثل النهاردة. يعني هو تأسس بمن حضر ومن يريد أن ينضم ينضم. هو في سعي لكي ينضم أطراف مدنية ينضم حزب الوفد ولا تحالف الوفد المصري؟ تحالف الوفد المصري داخل بما فيه مصر الديمقراطية، بالضبط كده، داخل في الائتلاف الأمة المصرية على القوائم. أما موضوع الفردي فدي المرحلة الأكثر صعوبة، اللي هو يبقى فيه تنسيق على المقاعد الفردي اللي احنا عارفين كل تعقيداتها في مصر، لكن النهاردة فيه توافق على الانضمام إلى ائتلاف الأمة المصرية في قوائم هذا الائتلاف. طب امبارح سمعنا الوفد عاوز مرشحيه في القوائم يكونوا في المقدمة، لا هتحلوها ازاي المشكلة؟ في الحقيقة انت ولا متكلمتش في تفاصيل؟ لا، ما دام يعني لو بال حضرتك الوثيقة اتكلمت على الإطار الفكري والسياسي، وعادة الإطار الفكري والسياسي ما بيسرش، يعني بيبقى فيه درجة أكبر من التوافق عليه عن التمثيل والنسب اللي هيحصل عليه أي حزب. ولكن الوفد في الحقيقة وزي وزي بقية الأحزاب من حقها أنه يبقى فيه حديث واضح على النسب، لكن قبل النسب لابد نتفق على المعايير. يعني لابد أن يبقى في اتفاق على أي معايير هنختار هؤلاء الناس لكي يترشحوا على قوائم التحالف. فأعتقد أنه ده اللي بيتم إحنا بنشتغل عليه الآن، أنه توضع معايير موضوعية، وبعد كده بقى ده يجي من الوفد، يجي من الاجتماع الديمقراطي، دي مسألة أخرى.